انا عايز ابتدي بحاجه حلوه الحقيقه، لاني شفت يعني من الحاجات القليله بتعجبني على الفيسبوك لما بلاقي شباب بيفكروا افكار ايجابيه جدا وحلوه جدا وفيها لقطات. شفت خريطه الحقيقه في احد الحسابات على الفيسبوك، هنعرضها لكم دلوقتي بعد اذنكم. خريطه تحفه بصراحه، تحفه، ولاد عاملينها وكاتبينها بالانجليزي. لو تاخد بالك هم عاملين سهم على المربع اللي متحط بالاصفر فوق خالص، دي متوجهه للسياح والخواجات والاجانب اللي موجودين في العالم كله. بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم يا جماعه خدوا بالكم انه المعركه اللي احنا بنقول في معركه في سيناء، هي المعركه مش في سيناء، المعركه في الحته الصغيره دي اللي جنب قطاع غزه. بنتكلم في رفح والشيخ زويد، الحته دي حتى العريش مش من صبا للدرجه دي، ودول مجرد عصابات احنا مسيطرين عليها. يعني ما عندناش حرب مفتوحه، ده عصابات وجيشنا بيقاومها وبيطحرها وبيسحقها وباذن الله ينتصر عليها. فالولاد عاملين ايه؟ حاطين جنوب سيناء اللي بالاخضر تحت دي، وكاتبين انه جنوب سيناء دي مناطق بعيده تماما عن كل مشاكل الارهاب، ده الترجمه بتاعت الكلام اللي موجود عليها، ومحميه حمايه كامله من الحكومه ومن قبائل اهالي سيناء من البدو، هم كاتبين بدوين يعني قبائل البدويه، من اهالي سيناء اللي بيشاركوا السلطه في حمايه ارضهم. يعني دي منطقة مؤمنة تماما تماما تماما. فوق بقى فحاطين كل سينا، كل شمال سينا، ومعلمين بس على الحتة ام اصفر اللي فوق دي اللي جنب غزة، وبيقول لك دي الشيخ زويد ودي حدود العريش والشيخ زويد ورفح. بيقول لك هي دي المنطقة اللي فيها مش اشتباكات حتى مسلحة، لا ده عصابات شغالة في المنطقة دي، والجيش مأمن تماما والشرطة مأمنة تماما، حتى مش واصلة لمناطق أخرى في شمال سيناء. الخريطة دي الولاد عاملينها ليه بصراحة؟ يعني أنا أحييهم، معرفش هم مين بالظبط، يعني حتى مش باين تحت، لو نقدر نجيب مين هم، واخدين طبعا الصورة من جوجل إيرث، لكن عاملين عليه هذا الخليط اللوني. بحيي اللي عمل ده، يعني دي من الحاجات الإيجابية جدا الحقيقة اللي أنا انبسطت بيها على الفيسبوك. هذا التخطيط وهذا الوعي من مجموعة من الناس بتقول يا جماعة السياحة نقدر نرجع السياحة، وخدوا بالكم إن المنطقة، كل المنطقة اللي فيها الهيصة دي كلها، العصابات الخارجة عن الدين والوطن دي موجودة في الحتة دي بس. يعني ما هو في ناس بتروح تصيف في إسرائيل من بره، وبيروحوا مناطق على ساحل البحر المتوسط، وبيروحوا ايلات وحتت غيرها في الجنوب، رغم ان قطاع غزه يعني مليء بالعمليات المسلحه، وكل شويه في عمليات ممكن تتعمل من هنا او هنا، عمليات مسلحه بتقوم بيها. لما كانوا زمان بيقاوموا اسرائيل، دلوقتي ما بقوش يقاوموا اللحنة للاسف الشديد، في عمليات مسلحه بتقوم واسرائيل شغاله عادي. فاحنا النهارده الخريطه دي اساسها ايه؟ دي رساله مش بس للغرب ومش بس للمواطن الغربي عشان يطمن ويهدى ونقدر نشجع سيناء، ده كمان رساله في الداخل للمؤسسات. انا رايي ان وزاره السياحه، وبدعو السيد وزير السياحه انه يبص على النوع ده من الفكر، ان هي اللي بيجوا شباب برضو، اللي بيجوا من بره، في طبعا ناس كبار بيجوا من حتت دول الفار ايست وكده، ناس كبار، لكن في ناس من اوروبا الشرقيه من روسيا بيجوا شباب. فلو النوع ده من الخرائط احنا نشرناه ووزعناه في مناطق سياحيه، او اتنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد المستهدفه بالسياحه، بعتقد ان ده هيكون رساله مهمه جدا 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 لكل الغرب ولكل المناطق الجاذبه للسياحه او اللي فيها المورده للسياحه لينا في مصر. هعيد برضو الخريطه مره ثانيه، معلش اعرضها لنا يا والي مره ثانيه. اهو الشكل اللي الشباب عاملينه وشارحين فيه ان منطقة العمليات ومواجهة هذه العصابات حتة صغيرة، والباقي كله بفضل الله آمن تماما في سيناء العزيزة الغالية، وآمن وليس فقط من القوات الحكومية لكن أيضا من أهالي سيناء المحترمين من قبائل الجنوب ومن قبائل الشمال اللي لسه محافظين على أرضهم وبيقاوموا معانا ومع مصر ومع جيش مصر ومع شرطة مصر هذا الإرهاب الغاش. خريطة مهمة جدا ورائعة جدا وهائلة جدا، وبشكرهم عليها. يا رب يكون في مؤسسات تقدر تتلقى النوع ده من الشغل وتبني عليه،
وتشتغل عليه.